بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرحمن علم القرآن. أنا الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟